بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. كثير من الأشياء التي تحدث لك بسبب أنك أنت مدمن، نعم بسبب الإدمان، نعم بسبب اختراب الدوبامين، تخرب الدوبامين، نعم، لكن جزء كبير من المسألة بسبب انعزالك عن الناس. أصبحت منعزلا عن الناس، هذا الشيء سبب لك إدمان، والإدمان سبب لك انعزال. ففي الوقت الذي تعمل فيه على الإدمان على التعافي منه، أيضا اعمل على الاختلاط بالناس بأي طريقة كانت، بالتحدث مع الناس في الخارج، مع الغرباء في الأماكن العامة، بأي فرصة، في زيارة الأقربون والأقارب، تواصل مع الأصدقاء. أنت ابدأ مع الأرحام، ابدأ مع الأصدقاء الذين لم تتحدث معهم منذ عهد بعيد. لأن التواصل، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن التواصل مع الناس، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن التواصل مع الناس له انعكاس غريب نوعا ما على الإنسان، يغير من شخصيته بشكل جذري، يغير من طموحاته، يغير من تركيزه. ومن أهم هذه الأشياء التي يغير فيها شخصية الإنسان، يجعله لا يعبأ بالإدمان وبالمادة الإدمانية. وأنت في عرض وفي حاجة أقل شيء يؤثر على إدمانك بنحو إيجابي، بحيث أنه يبعدك عنها ولو شيئا ما. لكن فعلا، وأيضا من انعكاس الاختلاط مع الناس، هو أنه يدفعك للقيام بالأمور المعطلة التي عطلها الإدمان، والقيام بالتنظف، القيام بتحسين المحيط، تعديل المنزل، تعديل السيارة، كل هذه الأمور فقط بسبب أنك أنت أصبحت تختلط بالناس وتتواصل معهم، ستكون عندك بشكل تلقائي. كما نعرف أن أنت محتاج أولا لهذه الأمور، ثانيا أن لها انعكاس على التعافي، لما ترى أن هناك تحرك لعجلة الحياة الطيبة في معيشتك، عندما تبدأ تلاحظ أن الحياة جميلة وممكن تعطيك أكثر وأكثر، أن بدأت أمور حياتك تتعدل. نعم جزء من المسألة نفسي، لكن بعد أن تأخذ على الأساس، تبني أساس نفسي، بعد ما أنك أنت تبني أساس تعافي وتبني أساس نفسي، تبني أساس ديني، عليك بعد ذلك أن تطور من ناحية التواصلات مع الناس. لذلك أنا أقول لا تقفز مباشرة على فقط
تضع وقتك فقط على الكسب المادي. هناك أمور أساسية قبل أي كسب مادي وأهم من الكسب المادي مليون مرة، بل هي التي ستفتح لك أبواب وفرص الكسب المادي وغير المادي، ستجعل حياتك طيبة، مثل تواصل مع الناس، علاقات، مثل وجود أصدقاء، مثل الصحة، الرياضة، مثل نفسية رائعة. تكون يعني هناك أساس نفسي وهناك أساس نفسي وهناك تحسين كبير على النفسية يطرأ من خلال التواصل مع الناس، انعكاس نفسي عظيم على النفسية، فوق ما ان انت راضي وفوق ما ان انت مستأنس بنفسك وربك وفوق ما ان انت مستقر داخليا، لكن هناك شيء اسمه أنس بالبشر، وما سمي الإنسان إلا لأن الإنسان يستأنس بالإنسان، والروح تريد الأرواح. وأعظم عذاب تم التوصل إليه هو السجن الإنفرادي، أعظم تعذيب للإنسان كما توصل لذلك في أحد البحوث. فأنت لا ينبغي عليك لا دينا ولا عقلا ولا دنيا ولا آخرة أن تنعزل عن الناس. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ويصبر على أذاهم. نعم كما قلنا هناك شيء اسمه توازن، وقت للعبادة، وقت للتعلم، وقت للتعافي، برمجة على التعافي، وقت للعلاج النفسي، وهناك وقت للأصدقاء، وقت للتواصلات مع الناس، وقت للأقرباء، وقت للرياضة، وقت للصحة. سدد وقارب. طبعا أن أنت تركز على هذه الأشياء كلها بوقت واحد أمر صعب، لكن هناك مفتاح وحجر أساس لهذه الأمور سيشغلها كلها، لا وهو التعافي. إن كان عندك دوبامين ستتمكن من إنجاز أو من العمل على هذه الأمور بشكل تلقائي، لن تنجز فيها بل بشكل تلقائي هي ستظهر في حياتك وأنت ستدخل فيها لأنك متحمس أساسا، عندك دوبامين. فبالنسبة للمدمن الصحة بأن يتواصل مع الناس، لكنه لا يستطيع بسبب الإدمان. أولا الإدمان يأخذه، أولا الإدمان يأخذ وقته ويعزله في المنزل، ثانيا يضيع الدوبامين فلا يستطيع أنه يكون عنده دافع لكي يخرج كي يتواصل الناس، يجعل عنده رهبة اجتماعية. فأولا يتعافى، بعد أن يصل إلى درجة معينة من التعافي قبل أن ينتكس يبدأ يتواصل مع الناس. يبدأ يعمل على صحته، يبدأ يعمل على التزكية، على التأمل، تعلم التعافي، يتبرمج على التعافي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه أول نقطة، لا تنعزل. وهناك أيضا في نفس النقطة هذه هناك خبرات تأخذها من الناس، هناك انعكاسات نفسية، وأيضا اختلاطك مع الناس سيعينك أيضا إن كانوا صالحين على العبادة، إن كانوا مثقفين على العلم، إن كانوا رياضيين على الرياضة، إن كانوا كرماء على الكرم،
إن كانوا تجار على التجارة، إن كانوا أيا كان سيكون له انعكاس إيجابي عليك. لذلك عليك أنك أنت تختار. وأيضا حتى لو لم يكونوا مثلا ذوي مهارة في جانب معين، لكن على الأقل عندهم ميزة ما في جانب ما، حتى لو كانوا أصدقائك لا يعطونك سوى السرور، فهذا أيضا مطلب أنك أنت تريد أنك أنت تنعش نفسك بفتوى أخرى. حتى لو كانوا أصدقائك أغبياء، فإنه لا يطلب منك أن يكون أصدقائك أذكياء إن لم تكن تستطيع أنك أنت تحصل على الأذكياء الآن. بل إن كثير من الفلاسفة وكثير من العلماء والعظماء كان من حولهم أغبياء. كنت أتحدث عن ذلك شوبنهاور، قال الإنسان الذكي، لأنه أيضا عاش لم يكن الناس تعبع فيه، مع أنه هو من رواد ومن مؤسسي الفلسفة الغربية الحديثة، قال أن الإنسان الذكي في حياته يشعر بأن من حوله أغبياء وأنه محبوس معهم ومجبر عليهم كالأسير الذي تم سجنه مع مجموعة أغبياء ومضطر على أن يعمل معهم، ولذلك رموه بالتشاؤم. لكن هذا ليس تشاؤما، هو يقصد نقطة ما، يقول إذا أنت استوعبت ونظرت للموضوع بهذه النظرة من هذه الزاوية ستأنس في حياتك وسترضى، لن تلوم نفسك، لن تلوم نفسك بعد اليوم على أصدقائك الأغبياء، بل ستمتن لوجودهم وسترضى أن الحياة لا يمكن أن تكون كاملة، وليس لزاما أن يكون الذين حولك علماء أو تجار أو شطار أو ما إلى ذلك، ليس لزاما أو يكونون على نفس الطريق الذي أنت تسير فيه. نعم هذا الأمر مطلوب وعليك أن تسعى لتحصيله، لكن إلى أن تحصله وخصوصا أن أنت خارج من الإدمان، فاعلم أن طبيعة الحياة هكذا. طبيعة الحياة أن أنت خصوصا كلما تقدم بك العمر ستجد أن عندك أصدقاء، أن التعرف على أصدقاء جدد سيصعب، على أن أصدقائك الذين كانوا معك في الثانوي وبالجامعة بدأوا يتساقطون ويذهبون ويبعدون، وكل يذهب في حالة وكذا. وأنا كنت أعتقد فقط أن المدمن الذي يحصل مع هذا الأمر، لا، كثير من الناس، نعم طبعا بشكل أقل من المدمن بشكل كبير، لكن حتى باقي الناس بسبب عملهم، بسبب تغربهم، بسبب عزوبيتهم، حتى المتزوجون منهم بسبب انشغالهم، يعني المتزوج بسبب انشغاله بزواجه وأسرته يفقد عدد من الأصدقاء، العزوبي بسبب زواج عدد من الأصدقاء يفقد عدد من الأصدقاء. فهذه هي الحياة، هناك أصدقاء كثيرين سيتساقطون، بعضهم سيتساقط بسبب ظروف الزمان والمكان والأحداث، وبعضهم سيتساقط بسبب أن أنت كنت مدمن وكنت مهملا لهم أو تصطدم معهم أو ما إلى ذلك. على أي حال عليك أول خطوة أنك أنت ترضى عن هذا الشيء وتبدأ تحسن ما يمكن تحسينه، تبدأ تتواصل مع الناس وتعرف بأن طبيعة الحياة هكذا. يوسف عليه السلام كان مسجون قرابة 10 سنوات مع مساجين ليسوا علماء وليسوا فقهاء وليسوا صحابة ولا أيا كان. إبراهيم عليه السلام كان أمة واحدة، لم يكن أحد على دينه سوى لوط وسوى زوجته، وكان من أعظم الأنبياء.
البعض قال انه هو اعظم نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ف ليس لزاما لا تلم نفسك على قلة الأصدقاء، لا تلم نفسك. كان إبراهيم عليه السلام لم يكن أحد في البداية، كثير جزء كبير من حياته. لا عندك حتى من النوفاذرز مع الفارق، عندك جيب داوغ، عندك الأشيلون وغيرهم، قالوا أن ليس لدينا كثير من الأصدقاء حتى بعد التعافي، حتى بعد سنوات من التعافي ليس لدينا الكثير من الأصدقاء. نعم تعدلت صداقاتهم، زادوا أصدقائهم، لكن ليس كثيرا. أولا أنهم يقرؤون ويحبون التأمل، فلا يمكنك أنت تجمع بين الأمرين دوما. بعض المرات تستطيع أنك تجمع بينهم، بعض المرات لا تستطيع أنك أنت تجمع بين الأمرين، تحتاج إن وقت لكي تقرأ. فالمهم المقصد إن لا تلوم نفسك، ومع هذا لا تعزل نفسك، إن له انعكاس إيجابي عليك بإذن الله. حينما الله يكتب لك الزواج وتتزوج أيضا سيكون له انعكاس إيجابي عليك. لما يكون عندك أبناء، حينما تكون عندك زوجة، لكن عليك إنك أنت تستغل هذه الفترة ببناء نفسك، حتى لأن وقتها ستنشغل، سيأخذ من وقتك هذا الأمر. فتستغل الوقت الآن، طلب العلم، للعمل، لفعل ما تريد أن تفعله. اشكر الله سبحانه وتعالى على الفراغ، استغله، وإن شاء الله شين فشين الله سيكتب لك الخير والسعادة والنجاح، ستأنس بحياتك بإذن الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.